قناة موسوعة علوم كامبريدج ترحب بالطلاب وتدعو الجميع للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. لا تنسى اللايك والتعليق بما تريده في الفيديوهات التالية، على أساس اللي احنا نوفرك مادة تعليمية مناسبة ليك. بكم نرتقي، ويلا بينا على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. نشاط 3-5، المقاومة النوعية والمقاومة مسائل متقدمة. يعني هو في هنا الكلام ده ما بيجيش في الاختبارات طبعا أبناء الطلاب، هو بيساعدك، يعني هنا بيدربك كلام ملوش لازمة، إن هو بيديك القانون وبيقول لك أنت خلي بالك أنا هعتلك، يعني المقاومة النوعية بالأم في متر والطول بالسنتي، وبخلي بالك من التحويلات. حتى طبيعة المسألة مش هيجيب لك هذا الجزء، نبدأ في المسألة على طول ونخلي بالنا في الكلام اللي احنا هنقوله. القلب الاسطواني لقلم رصاص مصنوع من مادة مقاومتها النوعية، يبقى دي الروم، يبلغ طول القلب، ده طول القلب اللي هو ال L، نضرب في 10^2. القطر ده يعني احنا نحوله لنص قطر احسن، او تخليه قطر زي ما هو وتقول دي تربيع على 4، ودي انا مش بفضلها، انا بفضل تخليها نص قطر 1/10 وخلاص، وتبقى تجيب المساحة وتجيب الايه المساحة، المساحة الايه بتساوي ايه باي ار تربيع، ودي مساحة القلب الاسطوان اللي هي باي ار تربيع. اما بتجيب الايه باي ار تربيع، يعني باي في الار هتبقى قلنا 1/10 عشان تبقى اللي هو بالايه نص القطر، ونضربها في 10^2، الكلام ده هو بيطلع معاك 3.1 × 10 كام؟ قلنا -6 متر تربيع، هي ديت الايه المساحة. ثم نجيب بقى الايه، وعاوز الار، نطبق الار بتساوي رو ال على الايه، الرو اللي هي 5/10^3 في ال اللي عندنا اللي هي 15 في كام؟ في 10^-2 على الايه اللي هي 3.1 × 10^6. تجيب الكلام ده بالحاسبه كده تطلع لي حوالي ايه 242 ايه اوم. لو قربناها لرقمين معنويين بس يبقى 240 ايه اوم. نشوف رقم باء. باء بيقول حدد كيفية استخدام مقاومة القلم مقاومة القلب الاسطواني للحصول على سمك تي لخط عرضه W وطوله L مرسوم بوسط قلم رصاص على قطعة من الورق. استخدم قلم رصاص ذا خط رفيع. اكتب المعادلات باستخدام W و T بدلا من ايه، واعد ترتيب المعادلات لايجاد الايه لايجاد T. طيب احنا عندنا القلم الرصاص او خط القلم الرصاص هنعتبره المقاومة، وان المساحة احنا عندنا المقاومة دي بتساوي رو ال على ايه. طيب احنا عندنا المساحة بتمثل هنا السمك في العرض، يعني تي في دبليو، يبقى عندنا رو ال هنا تي دبليو، هنجيب التي هنا والار تنزل مكانها، يبقى التي بتساوي رو ال على ار دبليو. دي رقم الاولى. هناخد بقى رقم 2. بيقول يتم تحويل عينه من معجون موصل الى اسطوانه طولها، هنضربه طبعا في 10^2، ودي نصف القطر ايضا ار، هنضربه في 10^2، ودي المقاومة النوعية ما فيش فيها اي ايه اي مشاكل. احنا بنجيب المساحة الاول اللي هي ايه باي ار تربيع، يعني باي ف
في الار اللي هي 1.5 في 10 ناقص 2 تربيع. ونحاول نحسب اللي الاول بتطلع 7.1 في 10 ناقص ايه 4، ثم نعوض في القانون ار بتساوي ايه رو ال على الايه، والرو اهي 4 في 10 ناقص 3 في ال ال اللي هي كام 8 في 10 ناقص 2 على ال اللي انا جبتها ديت 7.1 في 10 ناقص ايه 4. بالحاسبه كده نضربها تطلع 45% ايه او. طيب يتم تحويل عينة المعجون لاسطوانة قطرها يساوي نصف قطر السابق، القطر بتاعها الجديد يعني هيغير فيها نصف القطر السابق، وطولها يساوي 4 أضعاف الطول السابق. احسب مقدار المقاومة في هذه الحالة. هنا يعني الطول القطر الجديد قطرها 2 منه 2 من القطر الجديد هو الار 1 كده، والطول الاتنين 4 ال 1، ونعمل بقى علاقة كده اللي هي ار 1 على الار 2 تساوي ال 1 الاتنين في ار 2 تربيع، هنا ار 1 تربيع. طيب ال 1 نخليها ال 2 4 ال 1 ار 2 تربيع، ممكن نخليها زي ما هي ونشيل ار 1 احسن ما نحط 2 4، يبقى هنا ايه 4 ار 2 الكل ايه تربيع، دي هتروح مع دي ودي هتروح مع التربيع، ودي هتبقى 16، تبقى 1 على 4 ودي هتبقى ايه 16، وهنا ار 1 على ايه ار 2 دي، بس معذرة 2 احنا ربعنا على طول 2 يبقى دي 4، يبقى ار 2 بيساوي 16 ار 1. الار اهي القديمة اللي هي 45% في الاربعة هتطلع معانا 7.2، الباقي لان 2 ار 1 انا شلتها احط 2 ار 2، اما تتربع الاتنين دي مع يبقى 4 في 4 بايه ب16، يعني دي 4 نضرب طرفين في وسطين يبقى احنا كده جبنا ايه ار 2. طيب نشوف مسألة 3، سلك من القصدير دي مساحته مظبوطة مفيش فيها تحويلات، ولدي المقاومة النوعية بتاعته، عاوز الحد الأدنى من الطول يعني عاوز ال L حتى تكونش التيار في السلك أصغر من دي شدة التيار، ودي فرق الجهد بين طرفين، من شدة التيار وفرق الجهد بنجيب إيه المقاومة V على I، ال V 2 على إيه 3 تبقى تقريبا 67 ايه او. طيب احنا عاوزين الايه ال ال احنا الناس انت لو انت حافظ القانون ار بتساوي رو ال على ايه، يبقى ال ال اللي انت عاوزها بتساوي ار ايه على رو، الار اللي احنا جبناها اهي والايه عندنا اهي على الرو اهي 1.2 في 10 ناقص 7 ضربها بالحاسبة 43% ايه متر. طيب نشوف رقم ب، سلك اخر مصنوع من القصدير اللي هو حجم السلك الاول نفسه ولكن اطول وله فرق الجهد الكهربائي بين طرفيه ايضا بفرق الجهد، أكمل الجدول موضحا ما إذا كانت الكمية المحددة أصغر أم أكبر أم مساوية بالنسبة إلى السلك الأول.
يعني ان هو مقارنه سلك اخر بنفكر نوع اخر، يعني رابطها بالمساله اللي فوق، بس السلك ليه حجم، له حجم السلك الاول ولكنه اطول، ولو فرق الجهد بين طرفين، بين فرق الجهد هنا 2. عاوز ايه؟ نكمل الجدول. بالنسبة لي مساحة المقطع العرضي الكمية بالنسبة الى السلك الاول، الكمية طالما الحجم نفسه الحجم اطول، الطول زاد، يبقى المساحة تقل، يبقى لازم تبقى تقل عشان هو الحجم نفسه. ليه؟ لان الحجم مساحة في طول، ده اطول يبقى المساحة تقل عشان يكونوا نفس الايه، نفس الحجم. يعني المساحة زادت دي تقل، دي زادت دي تقل، بيحس الحجم يكون ايه نفسه، لذلك ناخد ايه اصغر. المقاومة احنا عندنا الار بتساوي رو ال على ايه، ده زاد ودي قل، يبقى ده لازم ايه تزيد، يبقى المقاومة بتكون اكبر. المكونة النوعية دي مماثلة أو ثابتة أو مساوية مش هتتغير. شدة التيار بيبقى عكس المقاومة، المقاومة زادت يبقى التيار تقل، يبقى هنا أصغر. القدرة مرتبطة بشدة التيار، يبقى القدرة بتكون إيه؟ أصغر هي الأخرى. دي بالنسبة لمسألة 3. من المعروف والشكر الجزيل للطلاب الأوفياء، دول الطلاب اللي هما عندهم نوع من الاستمرارية، عندهم نوع من الصبر في التعلم، اللي هما راغبين في تعلم جيد، تعلم جيد، دول الطلاب دول اللي ما بينسوش معانا الاشتراك، ما بينسوش اللايك، المشاركة الفيديوهات حتى تتم المعرفة، اللي بيبدو دايما بآرائهم لنا على أساس إن احنا نربي الجميع على بعض.